السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، سمع واش قال تونسي هذا على الجزائر. السلام عليكم. سبحانه وبدل الاحوال، يبيتها في شان، يصبحها في شان، وهو عظيم الشان. لكن عام وقت اللي باش يقنبلوا ليبيا، حلف الاطلسي، فرنسا، هكا ساركوزي بعث الرافال، فهم اجتماع في الجامعه العربيه. صار الجزائر بطبيعة الحال مش موافقه، والوزير الخارجيه الجزائري وقتها نسيت اسمه، معناها خذا موقف، يتلفت له نتاع قطر، حمد هذاك وزير الخارجيه نتاع قطر، قال له ريض ما كانش تنخلطوكم عليهم، ينفخ يعبر، امشي يا زمان ويجي يا زمان. قطر ولات اليوم يعني تتودد للجزائر، حتى يعني تحتمي بها إزاء يعني مطامع الجيران، ومنهم السعودية بطبيعة الحال. راك تعرف البلدان الصغيرة هذه لازمها أحلاف، هما هي السعودية والإمارات شوية نحتلوا قطر، يعني كانوا ناويين يحتلوها، كان مش الأمريكان منعوهم، كانوا ناويين يحتلوا قطر، بحيث القطريين يحبوا، معناها مهتمين ياسر بالسعودية. والدليل على ذلك أن بو تميم حمد الآخر يعني جاء في زيارة، لازم نقولوا نصف رسمية ونصف خاصة، باش تفهم في أمور يعني سرية مع الجزائر، وبوضح معاها الأمور وكذا. وقع التبون، عاد مشى التبون، مشى ثلاث مرات لقطر. علاش؟ على خاطر قطر ما عادش عندها برشا ثقة في تركيا، لأن العلاقات السعودية التركية معناها متميزة جدا، والسعودية حاطة معناها مليارات. آخر مرة صبوا لهم 6 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي التركي، معناها لأن العملة التركية نزلت إلى الحضيض، تهاوت. بحيث الجزائر اليوم حطت قدم في الخليج، الخليج هو يعني منطقة حيوية وحساسة من الناحية الجيوستراتيجية. الجزائر اليوم عندها قدم في الخليج بحكم علاقتها مع قطر.